موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة مع السيرة النبوية، عنوانها رعي الغنم والتجارة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في صبا ولا في شبابه يحيا حياة الطرف والرفاهية كما هي حياة كثير من أولاد المسلمين في هذا الزمان، بل كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في صغره وشبابه حياة كدح وعمل منه صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم كان في صغره يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط كما صح به الحديث، ولما شب النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة وخرج في تجارة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها قبل زواجه منها، وكانت هذه التجارة أو هذا الخروج سببا في زواجه بخديجة رضي الله عنها، إذ أنه لما خرج وقد سمعت خديجة عنه الخصال الحميدة ويعني عظيم الأمانة ونحو ذلك، أرسلت إليه في مالها وطلبت منه أن يتاجر في هذا المال. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا في مال خديجة إلى الشام، وصحبه في ذلك غلام خديجة ميسرة، الذي لما رجع حكى لخديجة رضي الله عنها ما جعلها تتمنى أن لو كان هذا الرجل زوجا لها، وهذا ما يأتي عليه الكلام في دقيقة أخرى إن شاء الله تعالى.